طيب رجلك وحلو كم يوم ده من بعد ما عندك انا نقطه في بحر الله يخليك تسلم انت عم سياكه الله يبارك لك ربنا يخليك يا نجم النهارده طبعا حريص انك تحضر الديفيليه اللي موجود هنا في قصر عابدين عايز اعرف السبب والله الاولاد قالوا لي تعالى الاولاد معاك النهارده جميل. جميل. طب قول لي بقى يعني في حاجه عجبتك جوه اشتريتها لهم ولا ايه؟ من القصر نفسه يعني؟ لا بص فكره اني اجي قصر عابدين واشوف القصر نفسه انا بالنسبه لي صحيح فطبعا اتبسطت جدا خصوصا كمان معلومه يمكن كتير ما يعرفوهاش ان هو مفتوح للزياره ايوه فده في حد ذاته شيء جميل انا بحب الاماكن الاثريه فجيت اتبسطت جدا يمكن انا شفت جزء صغير من القصر لكن اجي مره ثانيه بالنهارده ايه واحضر بقى واتفرج ان شاء الله ممكن تفكر تصور عمل فني تاريخي مستوحى من التاريخ يا ريت يا غالي او ما شاء الله ما شاء الله كل الناس اللي هم مسؤولين عن الاثار بيطلعوا عيننا لما نيجي نصور اي حاجه في الاثار تقريبا مش عايزين فيها اعتقد الفتره اللي جايه المساله هتبقى اسهل يعني اتمنى ابارك لك على مطعمك طبعا المطعم الجميل اللي كلنا طبعا يعني بنقول لك الف مبروك عليه ليه فكرت في البيزنس ده تحديدا يا استاذ عشان انت عايز تعمل حوار كبير لا لا مش كبير ولا حاجه كده داخل على ربع ساعه انا بحبك بس عشان عندي شغل شكرا لمتابعه الاخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكات الفني www.clacketnews.com